اليوم نحن بمنطقة صنين جايين نصور أوفرود، بس هاي الرانجلر اللي جايين نصورها جورج؟ نعم مش هاي. جورج قد ايه كبيرة؟ كبير كبير يعني. هذا جورج، هذا الجيب تبعه، وهذا غير ليفل جيب، وهذا زوزو. زوزو عرفنا عن حالك. هاي زوزو ابو العيون، معروف بزوزو ابو لينيا. حنخبركم كثير بريفلي عن هالسيارة. زوزو شو عليها موتور؟ عليها موتور ال اس ال كيو 9 345 حصان. والدواليب قد ايه كبرون؟ 49 انش. هذا الدف شو هو؟ يعني اكيد هون بطلنا رانجلر يعني. لا لا ما فيها شيء من الرانجلر غير بس الشاسيه والبادي. فات هن يونيموج تبع مرسيدس موديل 76، مستفيد من الريشو تبعه 7.75، مستفيد منه من الكليرنس اللي عم بربحها انا هون بالبورت الاكسل تبعه. ما في دف رانجلر بيحمل هودا الدوليب لهالقد قياس. دانا 60 دانا تراك بورت الاكسل. اوكي. بس فرق كتير بالبرايس. بس قد ايه فرق؟ بكلف بورت الاكسل 16000. 16000. 16000. وهيدا؟ هي بتشتريهم بشي حدود 4000 قدام وورا، هداك الواحد 16000. يعني عادة بنشوف روسور، بنشوف امورتيسر. انه هون على كل هالسيارة وكل الدولاب الكبير شايفين شيء ماشي انه سماكته ليترلي هالقد، يعني تقدر تشوفه ايدي بسكر. 2.5 انش. هيدا اير شوك، هيدا بنعبيه نيتروجين. اوكي. نتحكم فيه مثل ما بدنا بالنيتروجين، بنعلي السيارة، بنوطي السيارة، له تنفيسات من فوق. يعني عادة مرة بنشوف هاي السسبنشن واقفة هيك، هاي اللي نايمة هيك شو؟ بي اس سي سيستم ستيرينج اللي هو نحن بنتخلى عن البواد دركسيون. اوكي. بس تركب لوك بتعرف انت السيارة بتصير كثير قاسية من قدام. هيدا شو ما يكون قدامك صخرة بتكسور بتزيح الصخرة او بتعربش عليها. شي مرة انه انت وصلت لمرحلة بالحياة عرفت جيبك انت شايفه كثير حلو؟ مش حتوصل له، اشكرك انا ما بعرف شو بدي اقول لك. عملكم برمي هيك سريعة. ليه السسبنشن تجي هون مش على البادي؟ هون عم نشغل نحن بالاب ترافل. اوكي. انا كل ما وطي هيدا كل ما تعلى السيارة، السيارة بس تصير عالية، بس في عندي انا بونت نايمة هيك بتصير عندي خطورة ان تقلب السيارة، كل ما وطي السيارة كل ما يكون انا عندي الساوند جرافيتي تبع واطي على الارض. انا صراحة انا عم نبش على فيسبوك شفت فيديو عم تقلب هالسيارة، ليه وقتها قلبت؟ ايه كنت بقلب كومبيتيشن بقلب رعشين. ايه صح. غلطة مني، فت انا غلط بالجورة ولقط دولاب تحت، بس دعس بنزين برمي السيارة. هيدا الدف كمان بيجي عليه لوك؟ عليه لوك ميكانيكي بيجي قديم، ما كان في بعد مثل هلا، بنحطه مانيوال قبل ما نفوت على السيركوي هون وورا. سو هيدا بريف كتير سريع عن هالسيارة. يعني نحن مطرح ما بنقدر نوصل بالسيارات تبعنا وقفنا، لأنه هون المحل اللي حيعربش فيه زوزو. جورج شو رأيك؟ شو رأيك؟ خيالته هالقد كبير؟ كبير كبير. شفتوا مال جورا؟ بس تتقدروا روح نطفيها. هذا توني عم بيساعده لأنه هو ما بيقشع كثير. شفتوا هي الحياة كله اللي كنا عم نحكي عنه؟ بعتقد اخذ 20 سكندز. من القصص الصعبة اللي بتصير بالأوفرود هو هيدا الشيء. طوني شو صار هلا؟
والله يا خيي تحت الصخره كثير كبيره، سند طرف الرينج تبع البيدلوك على الصخره وانتعش الجونت، هذا الدولاب راكب على جونت بيدلوك، الكوتشوك تبع الدولاب راكب جوات هذا الرينج، كرمال هيك بيطلع الهواء من هون بس ينفس. اوكي. انتعش نفس الدولاب، بدنا نرجع نجلسه ونفخ الدولاب. يعني الكوتشوك برات الدولاب. يعني فيك ترجع تصور كيف صار الجونت مثلا. انا مخرطه هون مش زلمه. ذاكرين كيف كان؟ عم ينفخ الدولاب وحنرجع نكفي ليكو لفوق اصعب لان كلوز ابس هلا كيف عم بينام الدولاب وما ينام الدولاب وتسكر السسبنشن وتفتح السسبنشن يلا هلا خلصنا الصخر، الشيء اللي حنوصل عليه هو جوار التراب. هلا ما حنفرجيكم رو فوتج، حنفرجيكم كليب كتير سريع حنعمل له اديت بهو الجوار. وهلا وصلنا على الجوره، معقول ينط؟ فرجينا شيء قلت لكم يمكن ينط نط هلا عم ينفخ الدولاب ليه عم تنفخ الدولاب ما بعرف شو معقول يصير هلا بعد نجرب نعمل شوي دونتس دونتس مش للاكل برجع بقول لكم نحن بنحب الدريفت وعم يطلع لنا عالم بتحب الدريفت يعني بهالسياره ينعمل دونات عملت دريف هيدي كانت ابيزود تبعنا لليوم ما بعرف اذا تخيلتوا تشوفوا هالقصص كلها موجوده بلبنان ثانك يو كثير زوزو على النهار يعطيكم العافيه شباب نهار بعقد وكثير حلو انطرونا بالابيزود الجايه